الله تعالى لم يفرض الحجاب على المرأة لأجل خنق المرأة وسد باب الحرية أمام المرأة أبدا، ولا لإعاقة مشروعها العلمي والعملي أبدا. فرض عليها الحجاب لأن الحجاب هو مظهر للعفاف، عفاف المرأة. المرأة إذا خرجت بزينتها وإظهار مفاتنها الجذابة تصبح معرضا للتحرش، تصبح معرضا للأذية من قبل بعض مرضى النفوس. فأراد الإسلام أن يحافظ على عزة المرأة وكرامتها من أن تتعرض لمثل هذه المحاولات المهينة والمشينة لها، فأمرها بماذا؟ أمرها بالحجاب لعزتها، لكرامتها، لعفافها. والمرأة حينما تتحجب كأنها تقول للرجل الأجنبي: هذا مظهر لحرمتي، هذا مظهر لعزتي، لكرامتي. الحجاب مو فقط قطعة قماش إخواني، والله الحجاب هو فلسفة سلوكية وعملية. هذا القماش هو علم المرأة لكي لا يتجرأ أي أجنبي التجرؤ على مملكتها، مثل البلد وعلم البلد. فإذا تجرأ أحد وأحرق أي علم لأي بلد من البلدان تقوم الدنيا ولا تقعد. فأختي العزيزة، حافظي على مملكتك بحجابك، فأنت الأمان لمن تقومي برعايتهم. وهذه نصيحة.